مفاجأة حلوة كمان اليوم بهاشتاج رح تكون بهالسبيشال ابيسود اللي عاملينه. إذا انضميتوا هلا لنا عم نحكي عن صباح أكيد تريبيوت لها. بلشنا أنا كنا عم نحكي مع الفنان وائل عطية بعدين مع جوزيف عطية ومع الإعلامية ريمان جيم، وفجأة هيك صار في حركة أكثر حبينا شوي. كذا فنان وفنانين رح يكونوا عم بيحكوا معنا خلال الحلقة. بدنا نرحب أكيد بألين لحود اللي موجودة معنا هلا على التليفون. هاي ألين. هاي، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. كيف عرفت اليوم بالخبر؟ صراحة أول ما وعيت عن السوشيال ميديا كلها بعتقد هذا الخبر اللي كان مسيطر على كل السوشيال ميديا. مين مين؟ وأكيد بعدين التلفزيون مع الأسف يعني. مثلنا مثلك ألين. ألين أكيد بنعرف إنه أنت من عائلة بتعرف بأسرار الفن وبتعرف بالمهنة مزبوط. قديش بتحسي كل فنان اليوم متأثر بالصبوحة وبأمثالها العظيمين؟ أكيد أكيد يعني صدمة للكل، حتى لو كانوا الفنانين بيوصلوا لعمر كبير بنضل دائما نتأمل إنه يضلوا إنه ما يتركونا، خاصة إنه اليوم برحيل الفنانين الكبار بنحس إنه الفن صار شوي مهدد شوي بخطر وشي بحزن. طيب الفنانين بدهم يروحوا، يمكن هيدي الحياه عالم تجي وعالم تروح، بس شو فينا نترك معنا من بعد ما يروحوا؟ شو فينا نخلي بهيدي الحياه من بعد ما هن يفارقونا؟ اول شيء قبل ما نحكي عن اعمالهم فينا كثير نتعلم من تواضعهم من اخلاقهم الحلوه ومن قد ايه كانوا قرابه من الناس، الشيء اللي بنفتقده نحن كثير اليوم. يا ريت نتعلم شوي من احترامهم لمهنتهم واحتراقهم العالي، وبعتقد انه هذه الاشياء اللي مش ممكن ننسيهم فيها، اكيد بالاضافه لاغانيهم واعمالهم اللي نحن يعني ربينا عليها وكبرنا عليها. مثل ما شفنا بالفيديوز قبل شوي كنا عم نشوف الفيديوز تبع صباح وعم نلاحظ انه عطون عم تتميز بالتواضع. يمكن السر انه نعرف الوصفه او الريسبي للنجاح تكون شويه تواضع مع شويه شطاره. اكيد قد ايه بتحسي انه الفنانين اليوم عم يقدروا يتميزوا بهيدي او يقدروا يعرفوا اسرار هيدي الخلطه؟ يعني بهذا اللي جربت أقوله من شوي إنه نحن لو بنتعلم شوي من الكبار هالتواضع وهالبساطة، لأنه اليوم عم نفتقد لهالشيء. ما بعرف إذا كثرة وسائل الإعلام عم بتخلي الانتشار يكون أسرع، فبالتالي عم تكبر شوي عم تبتدي كبرية شوي عند البعض. أوكي. أنا بقول إنه لا، لازم الواحد شوي يتواضع قد ما نعرف وقد ما نجح، لأنه بالآخر نهار اللي الناس بتبطل تحبه بيفشل وبيخسر كل شيء، وهذا سر نجاح الفنانين الكبار، إنه الناس كانت تحبهم لأنه هالقد كانوا قراب ومتواضعين. ألين عندي سؤال، بعرف إنه عائلتي كانت مقربة كثير من صباح، شو بتعرفي أنت عنها؟ كنت تعرفيها معرفة خاصة؟ شو بتعرفي عنها هيك في تخبرينا خبرية عن صباح؟ أنا إيه صار لي إني أتعرف عليها، بس اللي بيقدر يحكي أكثر شيء عنها هو عمي روميو يلي اشتغل معها، وكان دائما يحكي عن دقة مواعيدها، إنه كانت هي بدات المسرح عنده كانت توصل قبل بساعة ساعتين من مواعيدها وتفل آخر وحدة، وهذا من الأشياء اللي كثير مهم اليوم، إنه كثير قليل الفنانين اللي بعضهم بيحترموا مواعيدهم، فهذا من الميزات اللي هي معروفة فيها. يعني ألين شو بدي أقول لك، محمد بقى عنده سؤال. مظبوط ألين، هلا لو أكيد ست صباح عم تسمعك، شو آخر كلمة بتحب تقولي لها إياها؟ يعني بنقلها انه اكيد لبنان رح يشتاق لها، وبنقلها انه بنشكرها على الفن اللي تركت لنا اياه والاغاني الحلوه اللي تعلمناها وبنضل نرددها بكل المناسبات. شو الغنيه المفضله لك ألين؟ هي صعبه تنقي يعني، بس في كثير اغاني بحبهم، في وحده منهم اسمها لما على طريق العين. وبعتقد من الاغاني اللي تجددت كثير كمان بكذا فيرسيون، لانه بعتقد قريبه كثير لكل الناس ولكل الجمهور. Thank you so much ألين عن جد هالمداخلة، ومتمنى لك أكيد التوفيق بالكارير تبعيتك كمان. ميرسي لكم. Thank you.